بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على درس أخطار من باطن الأرض. هنتكلم عن الجزء الخاص بالبراكين. البراكين هي عبارة عن خروج الصخور المنصهرة والغازات إلى سطح الأرض، وهيبان ده زي الصورة دي. إن عندي هنا خارج مجموعة من الغازات والأبخرة من خارج من باطن الأرض إلى سطح الأرض. طيب إيه سبب حدوث البراكين؟ تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وبتتجمع عند نقطة ضعيفة في القشرة الأرضية وبيتم انفجارها، ولما بيحدث الانفجار بيحدث البركان، وإن في مناطق ضعيفة في القشرة الأرضية فبيؤدي إلى حدوث البراكين وخروج المواد المنصهرة والصخور المنصهرة زي الشكل ده. أماكن تركز البراكين على سطح الأرض. عندي منطقة سواحل المحيط الهادي، والمنطقة دي بتعرف باسم حلقة النار، وبيتركز بها حوالي 75% من براكين العالم النشطة. المنطقة الثانية نطاق في المحيط الهادي نفسه، ده موجود في بعض الجزر زي جزر هاواي واللي تعرفنا عنها في الترم اللي فات، وعبارة عن جزر بركانية، يعني بركان هو اللي تسبب في نشأتها. وعندي نطاق جنوب قارة أوروبا على البحر المتوسط، وعندي منطقة الضعف اللي موجودة في النطاق الشرقي من قارة أفريقيا اللي تسمى بالأخدود الأفريقي العظيم. عندي هنا في الخريطة دي بيبين لي حلقة النار، وهي موجودة على سواحل الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وعلى سواحل قارة آسيا، وديت زي ما قلنا إن هي بتضم حوالي 75% من البراكين النشطة في العالم. طيب شايفين عندي هنا لحظة انفجار البركان. البركان طبعا ليه آثار إيجابية وآثار سلبية. الآثار السلبية عندي تدمير الغطاء النباتي والمحاصيل، لأن هو بيتم قصف مقصوفات درجة حرارتها عالية، فبيتم تدمير الغطاء النباتي للمحاصيل القريبة من البركان. وتاني حاجة تلوث مصادر المياه السطحية، لأن اللافا أو الحمم البركانية المواد المنصهرة دي عبارة عن صخور وعبارة عن معادن، فدي لما بتختلط بالمية السطحية بيتم تلويث المية. وتالت حاجة تدمير المباني والمنشآت. ورابع حاجة إن الأبخرة عند استنشاقها أو عند استخدام مصادر المياه السطحية الملوثة بيتم إضرار بصحة الإنسان والحيوان. يبقى الإضرار بصحة الإنسان والحيوان. فالآثار السلبية عندي تدمير الغطاء النباتي والمحاصيل، تلوث مياه السطحية، تدمير المباني والمنشآت، والإضرار بصحة الإنسان والحيوان. طيب عندي برضو آثار إيجابية، والآثار الإيجابية ديت بتتمثل في تكوين العديد من الجزر والهضاب البركانية، وده اتكلمنا عنه الترم اللي فات في درس عوامل تشكيل سطح الأرض، لما اتكلمنا على البراكين وعلى الجزر البركانية والهضاب البركانية والجبال البركانية. وعندي من الأمثلة ديت عندي جزيرة هاواي. تاني حاجة زيادة خصوبة التربة القريبة من البركان، لأن التربة القريبة من البركان لما البركان الحمم البركانية بتبرد هي عبارة عن معادن، والمعادن ديت زي الكالسيوم زي المغنيسيوم ديت بتخلي خصوبة التربة عالية فنقدر نزرع فيها، وديت من الآثار الإيجابية عن حدوث البراكين. وده فيديو بيوضح لي شكل اللافا وهي بتتحرك بعد خروجها من البركان، وشايفين هنا الحمم وهي ماشية في مجرى، وهنا الأبخرة المتصاعدة عند المنطلقة اللي ممكن تكون بتؤثر بصحة الإنسان. وهنا نكون خلصنا
الجزء الخاص بالبراكين.